هقول لكم ايه بقى. عايزه اقول لكم انه تقريبا من بعد شهر رمضان واجازه العيد، وكمان ان احنا هنغير الساعه شويه كده وخلاص قربنا. أيوة. في ناس كتير لحد دلوقتي مش عارفين يظبطوا مواعيد نومهم. طبعا ده بيأثر على صحتنا بشكل سلبي، سواء يجي لنا صداع او قله تركيز. ده غير ان في ناس كتير اساسا بتعاني من مشاكل النوم لفترات طويلة من غير ما تلاقي حلول للمشكلة دي، وفي ناس ثالثة بتعاني من إنها كل شوية تصحى ساعتين ثلاثة وتصحى وساعتين ثلاثة وتصحى. عشان كده النهاردة هنعرف مجموعة نصايح نظبط بيها نومنا، ونحاول نعرف أكتر عن اضطرابات النوم وأسبابها إيه من ضيفنا اللي منورنا من خلال التليفون، دكتور رامز رضا. هو أخصائي نوم ولكنه أيضا أستاذ المخ والأعصاب من في جامعة عين شمس. ألو 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 ألو، مساء الخير. أهلا يا فندم، إزي حضرتك؟ الحمد لله. أهلا بحضرتك. الحمد لله. يا دكتور، الساعة البيولوجية اللي احنا مش عارفين نظبطها دي، يعني لو ممكن حضرتك أولا تشرح لنا يعني إيه ساعة بيولوجية، وهل كلنا عندنا جوانا كده نظام، يعني عند كل الناس شبه بعض ولا بيختلف حسب طبيعة كل بني آدم وأسلوب حياته؟ هو طبعا احنا كلنا عندنا في المخ نظام اللي بيستجيب للبيئة المحيطة بينا، وبينظم النوم بتاعنا، يعني بيستجيب للنور وبيستجيب لدرجة الحرارة وبيستجيب للأحداث اللي حوالينا، وهو ده اللي بينظم النوم وبيفرز مواد عشان تنيمنا ومواد تانية عشان تصحينا ونحافظ على اليقظة بتاعتنا. تمام. فده موجود عندنا كلنا، لكن في حوالي 30% من الناس السيستم ده بيبقى سهل قوي ان هو يحصل فيه اضطراب، والأغلبية لا، بيقدر ان هو يقاوم التغييرات بتاعة الظروف اللي حواليه. فالحقيقة في حوالي ثلث الناس ما بتقدرش ان هي تظبط ظروفها لو مواعيد شغلها اتلخبط، لو مواعيد نومها في فترة مثلا زي ما بتقولي كده في رمضان ما يقدروش يظبطوا تاني. في ناس ما تقدرش تشتغل مثلا شيفتات او ورديات مسائية. لكن الثلثين بيقدر ان هو حتى لو حصل اضطراب انه يعيد بالظبط. يعني دكتور، في عايزه اقول انا من الناس مثلا اللي كانوا يصحوا متاخر، من ساعه ما ابتديت بقالي سنين الحمد لله اصلي الفجر الاقي نفسي الساعه 4 وربع صباحا، لا يوم الاقي نفسي 4 وربع صاحيه لوحدي، رغم انه سواء نايمه الساعه 3 الصبح او نايمه الساعه 9 بالليل قبليها بليله. يعني فيعني ايه ده؟ ازاي يعني؟ يعني ازاي بتحصل دي؟ ايه البيولوجيه؟ يعني ازاي ان المخ ده في له ساعه بيولوجيه؟ يعني الحقيقه انه احنا كلنا متخيلين انه احنا اثناء النوم بنبقى في غيبوبه. ده مش حقيقي. لا، هو اثناء النوم في درجه معينه من الوعي. المخ برضه بيشتغل وفي درجه من الوعي بدليل ان احنا لو حصل مثلا صوت او حاجه جنبنا بنصحى على طول. فدرجه الوعي دي برضه بيبقى متخزن فيها انا ميعاد النوم بتاعي، ميعاد الصحيان بتاعي امتى، او هل مرتبط بميعاد الصبح، هل مرتبط بحاجه الصبح هعملها. فده يعتبر زي منبه طبيعي موجود في مخنا، ولما بيتدرب بقى على ميعاد معين ويبقى الميعاد ده متكرر فخلاص بيبقى متبرمج ان هو هيصحى في الوقت ده. كتير قوي من الناس بتحصل لها كده، ان هو حتى في ايام الاجازات يلاقي نفسه صاحي في نفس الميعاد بتاع الشغل. صح. او زي ما حضرتك بتقولي مثلا في ميعاد الفجر دايما يصحى، لانه زي ما بقول لك هو مش مفصول تماما عن العالم، هو في حاله نوم لكن في درجه من الوعي بتؤثر. بالكلام على درجة الوعي، فكرة ان الواحد بغض النظر عن عدد ساعات نومه ينام نوم جيد، جودة النوم، في ناس 4 ساعات تكفيها، في ناس لازم تنام 8 ساعات علشان تقدر زي ما يقولوا تو فانكشن، يعني تقدر تمارس حياتها بشكل جيد وما بقاش مزاجها معتل او عندها مشاكل. الفروقات دي برضو لو حضرتك ممكن تكلمنا عن جودة النوم دي، حاجة اقدر اوصل لها؟ طبعا زي ما حضرتك بتقولي هي جودة النوم مهمة جدا بالاضافة لعدد ساعات النوم. جودة النوم احنا بنعرفها ازاي؟ هي هل الشخص لما نام دخل في المراحل الطبيعية بتاعت النوم، زي مثلا مرحلة الأحلام اللي بيبقى فيها حركة زايدة في العين،
وهل دخل في مرحله النوم العميق. مرحله النوم العميق ومرحله الاحلام الاثنين هم اللي بيحددوا انا بحس قد ايه ان انا ارتحت من النوم. يعني لو صحيت تاني يوم بس ما كنتش عديت في المرحلتين دول بالذات وعلى الاقل قضيت ربع نومي في كل مرحله من دول فما بحسش ما بحسش ان انا نمت كفايه. ممكن ابقى نمت وعدتش في المراحل دي وافضل في مرحله خفيفه من النوم الخفيف عدد ساعات كويس لكن اصحى الاقي نفسي مرهق جسمي ما ارتاحش. لا يا دكتور يعني هو انا لازم كل يوم احلم؟ ده انا بحلم مره كل ثلاث اشهر ولا احنا ما بنفتكرش ولا ما بتفتكريش لكن اللي ما بيحلمش ده خالص دي مشكله كبيره. احنا في طرق ان احنا نسجل النوم ونسجل هل الشخص ده دخل في مرحله الاحلام ولا لا ودي اللي بنعرف بيها عن طريق الاختبار بتاع النوم نفسه. هل فعلا الشخص ده ما بيحلمش ولا هو بس ما بيفتكرش الاحلام بتاعته؟ بيقولوا لو ما بيحلمش تبقى مشكله، هيصحى كل يوم حاسس ان هو ذهنيا ما ارتاحش. طب بيقولوا الحلم ده بيستغرق اللي بياخد يعني بنجري وبننط من مش عارفه ايه وبنروح فين ونقابل ناس ايه بياخد ثواني بيقولوا في الواقع ده حقيقي يا دكتور؟ الحلم ده يعني ثواني بس الوقت بتاع الاحلام غير الوقت اللي احنا بندركه للاحلام. يعني ممكن احس ان انا حلمت بقالي بحلم ساعه هو انا بقالي فعليا دقيقتين، فمرور الوقت في اثناء الحلم مش هو نفس الوقت الطبيعي اللي احنا بنحس بيه في حياتنا العاديه. اوكي طبعا يعني احنا دلوقتي عايزين في وقت الاحلام ووقت الايه الثاني، الوقت الثاني ايه اللي هو الاستغراق في استغراق في النوم يعني نصله بقى ازاي يعني نعمل ايه نستعد ازاي للنوم علشان ننام نوم جيد. الحقيقه ان جزء منها كبير بيعتمد على ايه اللي حصل اثناء النهار ايه الاحداث اللي حصلت لي، هل انا منشغل بحاجه، هل انا بفكر في حاجه والاستعداد اللي انا عملته للنوم قبل النوم بساعتين او ثلاثه. هل انا فضلت مثلا منتبه ببص على التليفون بتاعي بتكلم في مشكله وهكذا، ولا عملت حاجات هادئه صفيت دماغي عرفت ان انا اهدي مخي قبل ما اخش النوم اصلا ولا بقى قد ايه يا دكتور؟ لان احنا كلنا بنبص في تليفوناتنا لاخر ثانيه. ما دي مشاكل كبيره جدا. لا احنا المفروض في الساعتين اللي قبل النوم ساعتين نعمل حاجات هادئه. حاجات هادئه دي اللي هي احسنها القرايه او ان احنا نسمع مزيكا او ان احنا نقعد نتفرج على حاجه هاديه مثلا في التلفزيون من غير ما نعمل حاجه مثيره للمخ ومن غير ما نعرض نفسنا لاضاءه جامده قوي. الحاجات دي كلها بتخلينا واحنا لما نخش النوم يبقى المخ منتبه زياده عن تمام. طب يعني انا هتفرج على حاجه هاديه قبل ما انام بغض النظر ايه اللي قدامي ولا في ناس بتحب تتفرج على حاجات تضحك وفي ناس بتحب تتفرج على اكشن يعني ده يعني ايه اعمل ايه؟ حاجه ما تفضلش عالقه في ذهني بعد ما انام. حاجه تكون بسيطه سهله مسليه ممكن لكن ما تبقاش حاجه انا مشغول بيها بقى ولسه هقعد افكر فيها وممكن انها تكمل معايا وانا نايم. حاجه تشتت انتباهي. طيب في ناس برضو تشرب مثلا فنجان قهوه ساده يعني متحوج على الاخر وتنام وفي ناس لو خدت الساعه 5 بعد الظهر فنجان القهوه ده ما تنامش طول الليل يعني حقيقي. هو الناس غير بعض لكن في كل الحالات احنا عمرنا ما بننصح انه حد يشرب قهوه بالليل لان هي ممكن ما تفوقش الواحد في لحظتها تاخد شويه وقت. ممكن ان هو ينام بس بعد ساعتين مخه يبتدي ينتبه وهو نايم. يكون القهوه دي بقى امتصت واشتغلت وابتدت تنبه المخ ده. وممكن ينام بس ما يحسش بقى انه دخل في النوم العميق اللي كنا بنقول عليه. بس برضه في ناس تقول لك ناخد مثلا كاموميل ولا مش عارفه ايه حاجات كده. في مشروبات معينه، ايه المشروبات اللي ممكن تساعدني على الاسترخاء والنوم؟ الكاموميل طبعا مشهور، اليانسون ممكن كمان مشهوره قوي، اللبن يعني الاطفال بيناموا فعلا من اللبن عشان في مواد كتيره منهم مواد بتساعد على الاسترخاء والنوم. ده يعني من حكمه اللبن الطبيعي يعني. طب دكتور فكره ان احنا نرجع نظبط مواعيد نومنا، يعني في ناس في رمضان كتير كان مواعيد نومها مش منضبطه حتى مع اننا عندنا شغل وفي مدارس في وقت رمضان وكل حاجه، عشان ارجع اظبط نفسي تاني بحتاج وقت قد ايه علشان اظبط ان انا ادخل السرير في وقت معين واصحى في وقت معين لشغلي وللمدارس طبعا؟
يعني لازم طبعا اعملها تدريجي. اهم حاجه ان انا احدد ميعاد اللي هصحى فيه، تمام، مش الميعاد اللي انام فيه. يعني صعب الواحد يضغط على نفسه في ميعاد النوم، ايوه، لكن اقدر احدد ميعاد الصحيان وابتدي بقى يوم عن يوم اظبط، اخد فتره نوم اطول شويه تدريجيا. لان لما هظبط ميعاد الصحيان الصبح هاجي على بالليل تاني يوم هبقى مجهد شويه فانام بدري شويه وهكذا. صحيح. لو ما قدرتش بقى ان انا اظبطها بالطرق الطبيعيه ببتدي اخد، ممكن تحت الشرطه دي اخد ادويه تساعد بقى على ان الساعه البيولوجيه تتظبط يعني. هل لازم اروح يعني في دلوقتي اطباء متخصصين في موضوع النوم ده، بحيث ان لو عندي اي مشكله اروح ويظبطها لي بدون ما يديني ادويه كيماويه وحاجات تدخل جسمي يعني؟ ولا طبعا طبعا يعني هي انواع اضطرابات النوم كتير قوي. احنا دايما بنفكر في الارق عشان هو اللي مشهور، لكن الحقيقه انه حتى الارق فيه علاجات غير دوائيه كتير. زي ما لسه كنا بنتكلم فيه، مجرد سلوكيات معينه، نظام معين في النوم ممكن ان هو يساعد، افكار معينه ممكن اتخلص منها تساعدني على النوم. زائد انه في اضطرابات نوم ثانيه كتير بقى، منها حاجات تنفسيه زي انقطاع التنفس والشفير وحاجات زي كده. صحيح. دي مالهاش دعوه بالادويه خالص، دي حاجات بتتعالج جراحيا ممكن او باجهزه ممكن، بانقاص الوزن يعني، في اساليب كتيره. اساليب كتيره. الادويه واحده منهم طبعا. لم نشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور رامز رضا، اخصائي النوم واستاذ المخ والاعصاب بجامعه عين شمس.